اللجنة الشرعية لغرفة عمليات فتح حلب تلزم الفصائل المقاتلة بعدم التعرض للمدنيين بجميع طوائفهم والحفاظ على المؤسسات الحكومية. قوات الحماية الكردية تستعيد معظم أحياء مدينة عين العرب، وتنظيم الدولة يسيطر على بلدتي الشيوخ في ريف حلب الشرقي. الآن سيطرنا على تنظيم الدولة يواصل تقدمه داخل مدينة الحسكة ويهاجم حواجز عسكرية لقوات النظام في ريف حما الشرقي. خروج مظاهرات حاشدة في عدد من بلدات الغوطة الشرقية تطالب قادة الفصائل بإنهاء الحصار وتهتف ضد تجار الأزمات. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين، أهلا وسهلا بكم في نشرة مفصلة من قناة حلب اليوم. أقرت اللجنة الشرعية لغرفة عمليات فتح حلب عددا من الضوابط الشرعية الملزمة للفصائل المقاتلة ضمن الغرفة، وفي بيان لها ألزمت الغرفة جميع الفصائل بعدم التعرض لدماء وأموال المدنيين بجميع طوائفهم، إضافة إلى الحفاظ على الدوائر والمؤسسات الحكومية وحمايتها، كما منعت الفصائل المقاتلة من اتخاذ الممتلكات الخاصة أو المؤسسات العامة مقرات عسكرية لها. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور أحمد طعان رئيس اللجنة الشرعية في غرفة فتح حلب. أهلا بك دكتور، بداية لو تطلعنا على أبرز ما جاء في بيان اللجنة الشرعية من ضوابط ومبادئ يعني موجهة للفصائل المقاتلة في الغرفة، وهل دخلت حيز التنفيذ فعلا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أولا أقول لأهلنا في سوريا الحبيبة سوريا الجريحة كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله عز وجل منا صيام شهر رمضان وقيامه، ونسأل الله عز وجل أن يكلل هذا الشهر المبارك بفتح مبين ونصر مؤزر إن شاء الله تعالى، وتحرير كل الأراضي من هذه الطغمة المجرمة إن شاء الله تعالى. حقيقة هذا البيان هو شيء طبيعي، فنحن نعتبر الناس المدنيين المقيمين في مناطق النظام والذين لم يشاركوا في جرائم النظام نعتبرهم إخوانا لنا، وسواء كانوا في مناطق النظام أو غيرها ما داموا لم يشاركوا في جرائمه وقد اضطرتهم ظروفهم للبقاء والعيش تحت وطأة هذا النظام الفاجر. ونحن مهمتنا ومهمة المجاهدين هي أن يحرروا البلاد والعباد وأن ينقذوا الناس من هذا الظلم والإجرام إن شاء الله تعالى. البيان حقيقة يؤكد على عدم التعرض للمدنيين بمختلف طوائفهم وفي دمائهم وأموالهم، وأيضا بالنسبة للأسرى والمعتقلين يكون الحكم فيهم للهيئة الشرعية وللقضاء بالدرجة الأولى، ثم حماية المؤسسات المدنية والحكومية بكل ما تحتويه فهي ليست من الغنائم، كذلك يبقى العاملون في الدوائر والمؤسسات الحكومية على رأس عملهم الخدمية، التعليم، الصحة، الخدمات، المرافق العامة، ويجب على المجاهدين حماية هؤلاء الناس. طيب في حال يعني لم يلتزم فصيل ما بهذه الضوابط أو ببعض منها، كيف ستتعاملون معه؟ عبر القضاء، يتم التعامل معه عبر القضاء وعبر الهيئة الشرعية المشكلة لهذا الغرض وإلزامه بالأحكام القضائية التي تصدرها هذه الهيئة. وطبعا هناك قوة مركزية وقوة مشكلة تلزم المخالفين بالخضوع لأحكام اللجنة الشرعية. نعم، طيب بالنسبة لعمل المنظمات الإنسانية العربية والأجنبية، هل تستطيع العمل والتحرك بحرية داخل المناطق المحررة؟ نعم، هناك تستطيع العمل ولكن ضمن شروط. أول شيء أن لا تكون هذه الخدمات التي تقدم، كل من يريد أن يقدم خدماته بعد تحرير المدينة إن شاء الله الباب مفتوح، بشروط أن لا تكون هذه الخدمات مشروطة، أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية، أن يعمل بإشراف اللجنة الإدارية التي سيشكلها مجلس الشورى هيئة مدنية ستدير البلد بعد التحرير إن شاء الله تعالى. فكل من يريد أن يعمل يجب أن يعني يعمل تحت إدارة هذه الهيئة المدنية،
ويعني بشرط أن يقدم خدمات غير مشروطة وأن ينضبط بالضوابط الشرعية. والمنظمات الأجنبية لابد أن تحصل على ترخيص من الهيئة المدنية التي سيشكلها مجلس الشورى نفسه، مجلس الشورى غرفة العمليات إن شاء الله تعالى. نعم، شكرا لك الدكتور أحمد طعان رئيس اللجنة الشرعية في غرفة فتح حلب. جددت طائرات النظام استهداف المناطق الخارجة عن سيطرتها في حلب وريفها، موقعة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، حيث ألقت طائرات النظام المروحية صباح اليوم براميل متفجرة على حيي الزبدية والإنذارات ومنطقة مجبل العويجة، أسفرت عن أضرار مادية بالغة. كما استهدفت طائرات حربية مدينة عزاز بالريف الشمالي بصاروخين فراغيين أوقع عددا من الجرحى بين المدنيين. وفي الريف الشرقي استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون جراء قصف جوي استهدف قرية رسم الحرمل الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة. تمكنت القوات الكردية من فك حصار تنظيم الدولة لعدد من أحياء مدينة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي، كما استعادت السيطرة على مبنى الكانتون والمصرف الزراعي ومشفى مشتت نور في المدينة إثر انسحاب عناصر تنظيم الدولة منها باتجاه معبر مرشد بينار، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لوحدات حماية الشعب الكردية، الذي أشار إلى أن الاشتباكات بين الطرفين انتقلت إلى محيط المعبر الحدودي الذي بات آخر معقل لتنظيم الدولة في عين العرب. وعلى صعيد متصل، أعلنت مصادر مقربة من تنظيم الدولة سيطرة التنظيم أمس على بلدتي الشيوخ تحتاني والشيوخ فوقاني، وذلك بعد التسلل إليها وإجبار عناصر الوحدات الكردية على الخروج منها. وأوضحت المصادر ذاتها أن مقاتلي التنظيم يحاولون التقدم باتجاه قرية زور مغار على الحدود التركية السورية بعد سيطرتهم على القريتين الواقعتين على الضفة الشرقية لنهر الفرات. سيطر تنظيم الدولة اليوم السبت على فرع الأمن العسكري في حي النشوة الشرقية بمدينة الحسكة وعلى مواقع عدة لقوات النظام شرق المدينة، في حين أكدت مصادر مقربة من التنظيم مقتل نائب رئيس فرع الأمن الجنائي ومجموعته جراء تفجير سيارة مفخخة استهدفت مبنى الأمن الجنائي على أطراف حي النشوة الشرقية، مشيرة إلى أن اشتباكات دارت بين قوات النظام وعناصر التنظيم في محيط السجن المركزي بحي غويران غربي أدت إلى مقتل عدد من قوات النظام وإخراج السجناء من فرع الأمن الجنائي ونقلهم إلى مدينة الشداد والهول في الريف الجنوبي. وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر محلية بأن معظم أحياء الحسكة باتت خالية من النساء والأطفال الذين نزحوا عن المدينة إلى مدن وبلدات شمال المحافظة، لافتة إلى أن الوحدات الكردية منعت دخول النازحين من الأحياء العربية بالحسكة إلى منطقة رأس العين إلا بعد إحضار كفيل من سكان المدينة. هاجم تنظيم الدولة مساء أمس 4 حواجز عسكرية تابعة لقوات النظام على طريق سلمية الرقة قرب قرية إثرية في ريف حماس الشرقي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. وأفادت وكالة أعماق بأن عناصر التنظيم هاجموا حواجز التغطية وأبو العلاج وثريان والزكاة، وخاضوا اشتباكات استمرت لأكثر من 3 ساعات، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر قوات النظام ودفاع الوطني، إضافة إلى الاستيلاء على أسلحة وكميات من الذخائر، فيما لم تذكر الوكالة حجم الخسائر البشرية في صفوف التنظيم. إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن عناصر التنظيم قطعوا طريق سلمية الرقة لعدة ساعات، والذي يعد طريق الإمداد الوحيد لقوات النظام في مدينة حلب، ثم انسحبوا إلى أماكن تمركزهم في ناحية عقيربات وقراها، نظرا لشدة القصف من قبل الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة. خرجت ليلة أمس مظاهرات حاشدة في عدد من بلدات الغوطة الشرقية تنديدا بمقتل شاب جراء إطلاق أحد عناصر فيلق الرحمن النار على مظاهرة خرجت في حمورية بعد صلاة الجمعة، وهتف المتظاهرون ضد من وصفوهم بتجار المعابر والأنفاق مطالبين فصائل الغوطة بفتح جبهات القتال لفك الحصار، ومؤكدين في الوقت ذاته على ثباتهم على مبادئ الثورة حتى تحقيق أهدافها. وللحديث حول الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب مراسل شبكة سوريا مباشر براء عبد الرحمن. يعني براء، بداية لو تضعنا في تفاصيل ما حصل أمس خلال المظاهرات في الغوطة الشرقية.
نعم فعلا كانت قد خرجت عدة مظاهرات في بلدة حموريا بعد صلاة الجمعة، طالبت القادة العسكريين بالإصلاحات وبفتح المعابر وبإدخال المواد الغذائية. كانت هناك يعني كان هناك مظاهرة حاشدة اليوم أيضا، كانت هناك عدة مظاهرات في كل من سقبة وكفر بطنة، وأيضا بلدة حموريا شهدت هذه المظاهرات، لكن كما علمت منذ قليل أن هذه المظاهرات انتهت بتشكيل لجنة ضمت والد الشهيد الذي استشهد بالخطأ أثناء محاولة تفريق هذه المظاهرة خلال الساعات الماضية. وأيضا كان من جانب آخر عدد من القضاة وعدد من الوجهاء والقادة العسكريين ليتم تشكيل لجنة ولوضع حد لبعض الإشكالات التي تتم على بعض العسكريين في القوة نعم، طيب الشرعية. هل اتخذت القيادة العامة للغوطة أو فيلق الرحمن أي إجراءات حيال هذه الحادثة؟ لم يكن يعني هناك أي إجراءات محددة، لم يكن هناك إجراءات أمنية لازمة، لم يكن هناك يعني أي مظاهر مسلحة، كانت هذه المظاهرات يعني شعبية واسعة، ربما يعني بعد الحصار 4 سنوات أو 5 سنوات من الحصار والجوع وعدم إدخال المواد الغذائية من المعابر وعدم إيجاد يعني حلول من قبل القادة العسكريين، كانت يعني عبارة عن انفجار شعبي لدى الوسط الشعبي في بعض البلدات والقرى. وكان هناك تجاوب يعني فوري من القادة العسكريين وبدأ تشكيل لجنة لمحاولة الأهالي ومحاولة مساعدتهم قدر الإمكان. نعم، طيب براء، كما سمعنا أن ناشطون أشاروا إلى أن جهات معينة في الغوطة الشرقية تحاول ركوب الموجة من خلال استغلال مطالب المتظاهرين المحقة لأهدافها ومشاريعها الشخصية، يعني حسب قولهم، ما مدى صحة هذا الكلام؟ هذا الأمر ملاحظ يعني منذ أن خرجنا من الثورة منذ 5 سنوات وهناك دائما من يحاول ركوب الموجة. فهذه المظاهرات كانت مظاهرات سلمية وكانت مظاهرات تعبر عن الرأي وتعبر عن الحقوق، لكن بدأ على الفور بعض السياسيين وبعض الإعلاميين الذين يخبعون في الخارج وبعض أيضا النشطاء بدأوا بتسييس هذه المظاهرة وبدأوا بإطلاقها ضد فصيل معين، وبدأت المنشورات واللاصقات تنتشر في الغوطة الشرقية، وكل جهة وكل فكر معين بدأ بمحاولة تسييس هذه المظاهرات وركوب موجة هذه المظاهرات. نعم، شكرا لك براء عبد الرحمن مراسل شبكة سوريا مباشر. أصدر جيش الإسلام بيانا فند فيه ادعاءات تنظيم الدولة في إصداره الأخير عن محاولته فك الحصار المفروض على الغوطة الشرقية. وقال جيش الإسلام في بيانه إن التنظيم لم يشارك في أي معركة ضد النظام في الغوطة، مشيرا إلى أنه يكفر عموم أهل السنة ويعتبر جميع الفصائل المقاتلة على الأرض مرتدين وعملاء. تنظيم الدولة لم يشارك في أي معركة ضد النظام في الغوطة، هذه إحدى العبارات التي ضمنها جيش الإسلام بيانه الذي أصدره ردا على مزاعم التنظيم في إصداره الأخير بأنه حاول فك الحصار عن الغوطة سابقا لولا هجوم الثوار والذي أسماهم الصحوات على مقراته وطرد عناصره من تلك المناطق. ويا جند علوش، توبوا إلى الله، توبوا قبل أن نقدر عليكم، توبوا وأنتم الآن ترون سيوفنا ونصلخ ناجرنا. التنظيم زعم أيضا في إصداره الأخير هذا والذي أسماه توبوا قبل أن نقدر عليكم، ونفذ فيه إعدامات بحق 12 مقاتلا من الثوار. زعم أن جيش الإسلام ينفذ مخططا أمريكيا سعوديا وأنه استعاد مناطق خسرها في معاركه ضد الثوار، ودعا مقاتلي الثوار للالتحاق بالتنظيم. رد جيش الإسلام كان واضحا حيث أكد على أن التنظيم لم يسيطر على أي شبر من الغوطة، وأن هؤلاء الخوارج كما وصفهم يعتبرون كل الفصائل المقاتلة على الأرض مرتدين وكفرة وعملاء، كما أنه يكفر عموم أهل السنة والجماعة في سوريا وفق ما ورد في البيان. الغوطة الشرقية والتي يسيطر عليها جيش الإسلام وبعض الفصائل الأخرى وتعاني حصارا خانقا من قبل قوات النظام منذ أكثر من سنتين، حاول تنظيم الدولة أن ينشئ مقرات فيها بهدف السيطرة عليها بشكل كامل قبل أن يتمكن الثوار بعد معارك من الدخول إلى تلك المقرات وطرد عناصر التنظيم منها.
خرج أمس الجمعة عشرات الشبان في مظاهرة بمدينة إدلب طالبوا فيها جيش الفتح بإبعاد مقراته عن المدينة تجنبا لقصفها المتواصل من قبل طيران النظام، كما طالب المتظاهرون بتسليم المدينة لإدارة مدنية وإعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء، مطالبين اللجنة الأمنية بإعادة الأملاك العامة التي اتهموها بسرقتها. من جانبها نقلت وكالة مسار بريس عن عضو اللجنة الأمنية في إدلب قوله إن جميع الممتلكات ما زالت موجودة في أماكن آمنة، مبررا نقلها بالحرص عليها من القصف أو السرقة، فيما اتهم مسؤول إداري في المدينة ما وصفها بخلايا من اللجان الشعبية بالتحريض ضد جيش الفاتح في إدلب. وفي سياق متصل، خرجت مظاهرتان في مدينة بنش وبلدة كفرومة احتجاجا على انقطاع المحروقات وارتفاع الأسعار، مطالبين جبهة النصرة بالكشف عن مخزون المازوت الذي استولت عليه من وادي الضيف ومحطات خان شيخون. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. دمشق، النظام يطلق سراح 8 معتقلين من وادي بردة، والثوار يعيدون ضخ 40% من مياه نبع الفيجاء إلى دمشق. مجزرة يرتكبها طيران نظام أسدي. استشهاد وإصابة عشرات المدنيين في بلدة نصيب بريف درعا جراء قصفها بالبراميل المتفجرة. لجنة تقصي الحقائق تؤكد ارتكاب الوحدات الكردية تجاوزات ضد المدنيين في ريف الرقة، والائتلاف يطالب الأمم المتحدة بمحاسبة المسؤولين عنها. أعلن المجلس العسكري في دمشق وريفها أمس الجمعة إفراج النظام عن عدد من المعتقلين في سجونه من أبناء منطقة وادي بردة، مشيرا إلى أنه تم إعادة ضخ 40% من مياه الفيجة كبادرة حسن نية وتخفيفا عن معاناة المدنيين في دمشق، وذلك على الرغم من عدم التزام النظام بجميع بنود الهدنة المبرمة معه قبل عام. وللوقوف على تفاصيل أكثر ينضم إلينا الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في دمشق وريفها أبو الحكم. يعني بداية أبو الحكم، كم عدد المعتقلين الذين أطلقهم النظام أطلق سراحهم من أبناء وادي بردة؟ السلام عليكم ورحمة الله. نعم تفضل أبو الحكم. تم عقد هذه الأذنة الأخيرة مع النظام لحوالي السنين، قدمنا له نحن قوائم ب 450 اسم معتقل ومعتقل من منطقة وادي بردة، وتم الاتفاق على إطلاق سراحهم في حينها. النظام لم يلتزم نهائيا ببنود الأذنة الموقعة معه. تم قطعنا من حوالي أسبوع عن مدينة دمشق، وطلب النظام حصار على المنطقة، قام بإنقاذ مناطق في مناطق وادي بردة. امبارح وأول امبارح تم إطلاق 8 معتقلين ومعتقلات، 4 نساء وطفل و3 معتقلين من منطقة وادي بردة. وبعد رصد المية نحن تم فتح 40% من مدعين الفيزياء لطرحه تخفيف المعاناة على مدينة دمشق. طيب هل تم بالفعل إعادة ضخ مياه عين الفيجة إلى أحياء دمشق؟ تم ضخ 40% من مياه عين الفيجة اعتبارا من الساعة 8 مساء. طب ما البنود الأخرى للهدنة التي لم ينفذها النظام حتى الآن؟ هو في البند الرئيسي بالنسبة للهدنة هو إطلاق سراح المعتقلين. البند الثاني النظام المفروض يبعث معدات صيانة ومعدات كهربائية لصيانة معدات حوض ومعدات نبع الفيجة. الحصار يجب أن يفك الحصار عن المنطقة. في منع لدخول مواد البناء، منع لدخول المواد الغذائية، منع لدخول المواد القمية. هناك قصف على المنطقة، كمان البنود الهدنة نفسها على وقت القصف. هناك تعرض للحرائر وطلاب الجامعات النازلين من منطقة وادي بردة مدينة دمشق عن حواجز النظام الممتدة من طريق الوادي إلى دمشق. نعم شكرا لك أبو الحكم الناطق الرسمي. نعم أبو الحكم، هل هناك معلومات أخرى؟
نعم، شكرا لك أبو الحكم الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في دمشق وريفها. ارتكبت قوات نظام اليوم مجزرة في بلدة نصيب بريف درعا راح ضحيتها عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، حيث استهدفت طائرة مروحية المنازل السكنية في البلدة بالبراميل المتفجرة، ما أسفر عن استشهاد عشرة أشخاص بينهم أربعة أطفال وخمس نساء وإصابة العشرات، فيما سارعت فرق دفاع المدني بمساعدة الأهالي لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض. وفي غضون ذلك استشهد ثلاثة أشخاص وجرح آخرون جراء قصف بالبراميل المتفجرة على أحياء درعا البلد الخاضعة لسيطرة الثوار. درعا بلد نصيب 27/6/2015 مجزرة يرتكبها طيران نظام الأسدي في بلدة نصيب. حسبنا الله ونعم الوكيل. عملية انتشال الجثث من تحت الأنقاض. حسبنا الله ونعم الوكيل. تعرضت بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي أمس الجمعة لقصف جوي من طيران النظام تسبب بإصابة مدنيين ودمار في المنازل السكنية. وأفاد مركز حمص الإعلامي بأن الطيران استهدف البلدة التي ضم أعدادا كبيرة من النازحين بأربعة صواريخ فراغية، مشيرا إلى أن هذا القصف يعتبر خرقا لاتفاق ضمني غير رسمي بين الثوار وقوات النظام منذ أكثر من عام على عدم استهداف أي طرف للآخر والسماح بدخول المساعدات إلى البلدة. وفي السياق ذاته استشهد مدنيان وأصيب آخرون بجروح بينهم أطفال نتيجة قصف شنه الطيران الحربي على منطقة الحولة. الله أكبر. الحولي 27/6/2015 قصف الطيران الحولي على قصف الطيران الحربي على منطقة الحولي. حسبنا الله ونعم الوكيل. بشار مشفى ميداني بسيط، مشفى ميداني بسيط. ليك العجاز شو ذنب هاي العجاز؟ قاعد بالبيت الامين هذا المسلم، العجوز قاعد ببيته الامين، قصفوا نظام الخنزير الاسد. أكدت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الائتلاف الوطني مؤخرا أنها توصلت إلى وقوع تجاوزات عديدة من قبل الوحدات الكردية ضد السكان المدنيين في منطقة تل أبيض بريف الرقة. وأوضح الائتلاف في بيان صحفي أصدره اليوم أن اللجنة توصلت إلى حالات تهجير قسرية لعدد من القرى العربية والتركمانية تحت تهديد السلاح، ترافقت مع سرقات وكتابة عبارات عنصرية ضد العرب، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتمكن حتى الآن من الدخول إلى المنطقة بعد منعها من قبل الوحدات الكردية. هذا وطالب الائتلاف الأمم المتحدة بإرسال بعثة تحقيق دولية بشكل فوري إلى تل أبيض للنظر في الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهاد قرابة 12 ألف شخص تحت التعذيب في سوريا، مؤكدة أن نسبة 99% من الضحايا قضوا على يد قوات النظام، وذلك منذ بداية الثورة وحتى مطلع الشهر الجاري. وأوضحت الشبكة في تقرير أصدرته أمس أن ما لا يقل عن 29 شخصا قتلوا تحت التعذيب على يد تنظيم الدولة، فيما قضى نحو 30 شخصا على يد الفصائل المقاتلة، إضافة إلى 6 أشخاص قضوا على يد الوحدات الكردية. هذا وطالبت الشبكة بإيجاد سبل فعالة لحماية المعتقلين لدى سجون النظام وإلزام جميع الأطراف بالكشف عن مراكز الاحتجاز السرية والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارتها. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأهم العناوين.
اللجنة الشرعية لغرفة عمليات فتح حلب تلزم الفصائل المقاتلة بعدم التعرض للمدنيين بجميع طوائفهم والحفاظ على المؤسسات الحكومية. قوات الحماية الكردية تستعيد معظم أحياء مدينة عين العرب، وتنظيم الدولة يسيطر على بلدتي الشيوخ في ريف حلب الشرقي. الآن سيطرنا على تنظيم الدولة يواصل تقدمه داخل مدينة الحسكة ويهاجم حواجز عسكرية لقوات النظام في ريف حما الشرقي. خروج مظاهرات حاشدة في عدد من بلدات الغوطة الشرقية تطالب قادة الفصائل بإنهاء الحصار وتهتف ضد تجار الأزمات. ختام نشرتنا لهذا اليوم، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.